بصراحة اش غنقول لك قبل النتيجة رانا عاطي نتيجة جوج بصفر. احنا الحمد لله راه كلشي الشعب المغربي راه فرحان بهذه النتيجة. كانوش منتظرين ان بلجيكا ما كانش منتظر هذه النتيجة والحمد لله رانا فرحانين والشعب المغربي فرحان. فرحانات وصف فرحانات عوض ديما المغرب كنا فرحانين بزاف ما كناش كنتوقعوا هادشي كنا باغيين التعادل 0-0 ولكن مزيان 2-0 وخا ضيعونا فداك البيت ولكن مزيان ديما مغرب والله داروا الجهد ديالهم ولعبوا مزيان بزاف داروا فوق المتوقع منهم مزيان تبارك الله عليهم ياش وديما المغرب كلشي لعب مزيان ودي كاس وليد الركراكي احسن مدرب في المغرب حنا مفتخرين فيهم وديما محمرين لينا وجهنا حنا مشاو رجال وجاو رجال وديما مغرب.